لتحليل هذه الرسائل معنا على التليفون أستاذ فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. أستاذ فريد أهلا بحضرتك. أهلا بك يا شيخ. أهلا وسهلا. قولنا إزاي تابعت رسائل الرئيس النهاردة عن قضية الوعي خلال افتتاحه لعدد من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة؟ والله أنا الأول عايز أرحب بالسادة المشاهدين وأكد على أنه هذه ليست أول مرة يأتي الرئيس السيسي على ذكر قضية الوعي، وهي قضية يعني تعتبر من القضايا المهمة جدا والكبيرة التي أثرها الرئيس في الفترة الماضية، ولها أبعاد كثيرة وقد يتسع المجال لذكر كل أبعادها، ولذلك أنا سأكتفي بتسليط الضوء على بعض هذه الأبعاد. أنا عايز أقول يعني مثلا أنه أن يكون هناك وعي سياسي يتيح للمواطن أو يسمح للمواطن أو يمكن المواطن من حسن الاختيار ومن حسن الأداء السياسي والمشاركة السياسية، لابد أن يتوفر الوعي. الوعي شرط رئيسي لكي يتمكن المواطن أو يساهم المواطن في المجال العام بصفة عامة وفي المجال السياسي بصفة خاصة. هذا الوعي معناه إيه؟ معناه أن المواطن لازم يتسلح بالمعرفة، لازم المواطن يبقى عارف. يعني المواطن عشان يختار مثلا ان هو يؤيد هذا القرار او يرفضه، يصدق هذه الادعاءات او يرفضها، يصدق هذه الفكره او يرفضها، لازم الاول يكون عنده معرفه بالامر، معرفه بالموضوع. يعني عندما مثلا واجهت مصر منعطفات سياسيه كبيره زي مثلا الانتخابات، احنا في الانتخابات هنا المواطن ينتخب فلان ولا ينتخب اعلان، لازم الاول يتسلح بالمعرفه، مين فلان؟ مرشح حزب ايه؟ طب الحزب ده بيقول ايه؟ طب الحزب ده تاريخه ايه؟ طب فلان ده تاريخه ايه؟ انتباهاته السابقه ايه؟ مواقفه ايه؟ دي اسمها المعرفه. لما المواطن يتسلح بالمعرفه بيقدر في مرحله تاليه يطلع على البدائل والاختيارات، يطلع على الوجهات النظر المختلفه. فرقم واحد المواطن يتسلح بالمعرفه، رقم اثنين المواطن يطلع على اتجاهات الرأي المختلفة إزاء القضية اللي هو بيناقشها أو الموقف هو اللي بصدد اتخاذ قرار بشأنه، زي مثلا ينتخب مين أو ما ينتخبش مين. يبقى الوعي هو المعرفة والوعي هو التعرف على اتجاهات الرأي. والوعي له يعني صعيد آخر أو مجال آخر اسمه الوعي الوجداني إذا صح التعبير، وده بيجي من خلال الثقافة. ولعلنا نذكر جميعا الرئيس في معرض حديثه ذات مرة عن الوعي أشار إلى دور الثقافة ودور القوى مصر الناعمة ودور الفنانين والمبدعين، وده موضوع مهم جدا. يعني إذا الوعي له جانب عقلاني مباشر اللي هو المعرفة والتعرف على اتجاهات الرأي، وله جانب آخر وجداني اللي هو من خلال التعرف على أو المعرفة من خلال الفن نفسه. يعني المعرفة ممكن تيجي بالمعلومات المباشرة، ممكن تيجي برواية زي لسه الكلام، برواية زي ولاد حارتنا، برواية زي الثلاثية، برواية زي عودة الروح لتوثيق، وهكذا. فالأدب والفن هما برضو مصدر آخر للمعرفة. طبعا التعليم والمؤسسة التعليمية بتلعب دور طبعا في توصيل هذه المعارف وفي توصيل هذه الرؤى والاتجاهات. طبعا كل ده ينمو ويزدهر في تربة محددة، في أرض يعني تتيح ازدهار المعرفة وتتيح ازدهار التعرف وتتيح ازدهار العمل الفني. الارض دي اسمها الديمقراطيه والهامش الديمقراطي، ولذلك انا دايما بقول انه توفير القدر اللازم والضروري من المعرفه اللي تجعل المواطن حر وحسن الاختيار هي تبدا من توسيع اكيد واتاحه الحريه. طيب استاذ فريد، الدوله بتبني العديد من المشروعات المهمه، في رايك يعني ايه اهميه المواطن يبقى عنده وعي للحفاظ على المشروعات دي؟ هو خليني اقول لك انه مهم جدا ان الانسان يبقى عارف المشروع الفلاني او المشروع الكذا. يعني مثلا احنا الدوله مثلا في اطار مشروع حياه كريمه بتعمل تطهير للترع والمصارف، مهم جدا المواطن يبقى عارف اهميه هذا المشروع، وهنا تاني المعرفه اهميه هذا المشروع له لمصلحته، عشان بالتالي ما المواطن ده نفسه ما يرميش مخلفات تسد تاني الترع والمصارف او تعيق التدفق المجرى المائي. ولذلك انا بقول دايما ايه، يعني مع حاجتين مهمين جدا يحكموا المعرفه برضه، يعني المعرفه وموقف المواطن بيتابعهم حاجه اسمها الرقابه الشعبيه. يعني وجود مثلا محليات بيخلي في طول الوقت تحسين
لعمليه المعرفه، يعني مين يذكر الناس؟ مين يوصل المعرفه؟ انا بتقديري ان الدور الرئيسي ملقى على عاتق الاحزاب السياسيه، الاحزاب السياسيه هي اللي دورها انها توصل المعرفه وتتنافس فيما بينها في ابراز وجهات نظرها ازاء القضايا المختلفه، فتمكن المواطن من الاختيار وتمكن المواطن من ان هو يحافظ على مقدراته وممتلكاته و يعني ما يحافظ المواطن على ما هو لصالحه. ومهم جدا ان احنا نقول في الموضوع ده ان المواطن الواعي مش المواطن اللي بيأيدني، يعني انا كحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي بالنسبه لي انا حريص على ان المواطن يعي، حتى لو وعيه خلاه ما انتخبنيش النهارده، فانا متاكد ان وعيه ده يخليه يتخذ بكره. لكن المساله الاساسيه بالنسبه لي ان انا لا انتخب من مواطن غير واعي، لان المواطن غير واعي لو انتخبني بسبب ازازه زيت او بسبب تجهيل او بسبب ان الاخوان ضللوه، يبقى ده مواطن مش رصيد ليا، مش سند ليا، مش ركيزه ليا. المواطن اللي ممكن يبقى معايا هو المواطن اللي بينتخبني انطلاقا من وعي، انطلاقا من معرفه، وانطلاقا من اختيار حر، وانطلاقا من وجدان حي. ده المواطن اللي انا عايزه. صح، والحقيقه ان الوعي بيخلي المواطن قادر ان هو يتخذ القرار الصحيح، وبيخلي المواطن القرار الصحيح. والقرار الصحيح يا استاذه مش معناه القرار اللي معايا النهارده بالضروره، ده ممكن يبقى طبعاً. القرار الصحيح ده بالنسبه للمواطن مش معايا، بس استراتيجيا هو مع الدولة ومع استمرار البلد. ده أهم. ممتاز. طبعا، وبالتأكيد بيخلي المواطن كمان قادر أنه هو يواجه أي تحديات بتواجه دولته، وبالتالي يبقى يعني سند مهم إذا توفر له الوعي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، شكرا لحضرتك.